أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. بأقل من دقيقة تغيرت جغرافيا مناطق بأكملها، وبأقل من دقيقة خسرنا أكثر من 20,000 شخص. ربنا يرحم جميع الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وقدر الله وما شاء فعل. ولكن بعد ساعات فقط من حدوث هذه الكارثة بدأت تنتشر أخبار بشكل واسع على السوشيال ميديا عن زلازل أكبر قادمة إلى الأردن، مناطق أخرى، موجات تسونامي قادمة قد تصل إلى دول مجاورة غير تركيا وسوريا، أيضا أخبار مليانة، زلزال قادم بعد عدة ساعات، علينا أن نحذر، تحذيرات تصل للجميع. ومن هنا ومن طقس العرب وكمنصة علمية في الدور الأول، كان من واجبنا أن نطلع ونجاوب على هذه الأقاويل والمعلومات بشكل علمي، ومن أهل الاختصاص ومن أهل العلم في هذه المواضيع. ومن هنا إلى محاور حلقتنا الحالية والتغطية فيما يخص الزلازل. في محورنا الأول سنتحدث عن زلزال تركيا والدروس المستفادة. في محورنا الثاني تاريخ الأردن بالزلازل وماذا ينتظرها في المستقبل. وأخيرا في المحور الثالث إدارة الزلازل والمخاطر والكوارث الطبيعية وماذا نفعل في حالة حدوث الزلزال. ونبدأ في محورنا الأول مع الدكتور عيد الطرزي، أستاذ علم الزلازل في الجامعة الهاشمية. أستاذ مساء الخير. مساء الخيرات، الله يعطيكم العافية. دكتور عيد، في تاريخ 7 شباط تحديدا، في أقل من دقيقة تغيرت الملامح في الوطن العربي. نعم. وزلزال مدته فعليا أقل من دقيقة في تركيا وسوريا غير كل شيء. علميا دكتورنا، ماذا حدث وما هو التفسير العلمي لحدوث زلزال تركيا وسوريا؟ نعم، شكرا لكم في البداية على هذا اللقاء وهذه الفرصة حقيقة اللي أعطيتونا إياها للحديث عن موضوع حقيقة يمس ليس فقط من هم في تركيا ولكن أيضا في كل دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط. صحيح. الآن ماذا حدث في منطقة، في لحظة الزلزال الذي حدث حقيقة؟ نحن نتحدث عن منطقة ضعيفة تكتونيا، نحن نتحدث عن صفيحة وحافة لصفيحة تكتونية فيها طيات وصدوع كبيرة وقوية وعميقة. عملية التراكم للضغوطات المتأتية من تحرك الصفيحة العربية باتجاه الشمال الشرقي والتي تصطدم بذلك مع الصفيحة الأوراسية في حد من حدودها منطقة، المنطقة التي حدث فيها زلزال وهو ما يسمى بصدع شرق الأناضول، بدأت عملية التفريغ للطاقة كما قلت، والتي استمر عملية التجميع لهذه الضغوطات التكتونية أكثر من 100 سنة. فتم تفريغ هذه الطاقة في لحظات كما تفضلت، في أقل من 60 ثانية كان عملية التفريغ لهذه الطاقة الهائلة جدا التي حدثت في بؤرة الزلزال على عمق يزيد عن 20 كيلومتر. نعم دكتور، عندنا سؤال فيما يخص الذي حدث في تركيا، ولكن زي ما أنت تفضلت في بعض الأشياء العلمية التي حدثت وراء هذا الزلزال، ولكن عدد الضحايا اليوم إحنا نتحدث على عدد تجاوز 25,000 ضحية، والأعداد ما زالت بازدياد، ربنا يرحمهم جميعا. ولكن دكتور عندنا سؤال، وأنا كشخص من الشعب عندي هذا السؤال، هل هذا الرقم من الضحايا طبيعي؟ يعني عدد الضحايا في هيك زلزال أو في قوة هذا الزلزال؟ إحنا بنعرف الزلزال قوته 7.4 أو 7.5 7.8. نعم، ولكن هذا الزلزال يحدث في دول مثل اليابان، مثل أمريكا، مثل كل هاي الدول واللي أصلاً نشطة زلزالياً. نعم. هل هذا العدد من الضحايا بينعكس على هاي الدول في كل مرة يحدث هذا الزلزال، أو إيش الفرق كان بيننا وبينهم؟ نعم، هو في البداية حقيقة، يعني دعنا نؤكد حقيقة علمية أن هذا الزلزال هو طاقة هائلة جداً، ولو قارنا هذا الزلزال كطاقة مع قنبلة نووية فهو يعادل أكثر من 700 قنبلة نووية انفجرت في دقيقة واحدة. 700 قنبلة نووية مشابهة للقنبلة التي فجرت في هيروشيما. فبالتالي نحن نتحدث عن طاقة هائلة جدا انفجرت في دقيقة على عمق بحدود 20 كيلومتر. هذا من ناحية. الآن فيما يتعلق بعدد الضحايا فهو حقيقة مقارنة بقوة الزلزال، نعم متوقع أن يحدث هذا الزلزال الكثير من الضحايا بفعل الدمار الهائل الذي انتشر في دائرة تزيد عن 300 كيلومتر.
فالمنطقة كدائرة قطرها أو نصف قطرها 300 كيلومتر مكتظة بالسكان، يعيش فيها أكثر من 20 مليون إنسان، وقوة زلزال هائلة، فإذا هناك توقع كبير فعلا لوجود ضحايا. لكن في جانب آخر، ليس فقط دوما قوة الزلزال هي التي تحدد مقدار الضحايا، هناك عوامل أخرى أهمها مدى موضوع الاستعداد. فموضوع الاستعداد للكارثة يكون قبل حدوث الكارثة، وهذا قد يستغرق سنوات من الإعداد والتجهيز والتدريب والتسليح للمباني، وأيضا التصرف أثناء حدوث الزلزال، وأيضا الإدارة ما بعد الزلزال. هذه الأمور الثلاثة مجتمعة تحدد مقدار الضحايا. فلو قارنا مثلا ما يحدث في دول مثل أمريكا في زلزال عام 1994 في لوس أنجلوس، زلزال نودريدج، كان هذا الزلزال قوته تزيد عن 7 درجات بقليل. نعم. كان الضحايا لم يتعدى 100 شخص في ذلك الزلزال، على الرغم من أن هذا الزلزال كان قوي جدا وأفرغ الكثير من الطاقة ودمر الكثير من المنشآت، لكن الضحايا لم تتعدى 100. بينما لو قارنا هذا الزلزال بما حدث في تركيا فنجد حقيقة أن الضحايا هي أضعاف أضعاف، وهذا قد يكون كما قلت أسبابه إضافة إلى قوة الزلزال والمنطقة المكتظة سكانيا. نعم. عدم وجود يعني كودات بناء قد يكون واحد من الأسباب، تم اتباعها في موضوع البناء ودساتير البناء. يبدو أن هناك كما سمعنا من الجهات المختصة في تركيا، هناك الآن سيبدأ التحقيق في موضوع إنشاء منشآت غير مرخصة أو تم إنشائها بدون اتباع كودات البناء. نقطة أخرى أيضا موضوع التدريب، تدريب الناس والوعي والتوعية مهم جدا حقيقة، هذه للحفاظ على الأرواح، كيف يتصرف أي إنسان. موضوع الزلازل هو حقيقة ليس فقط المعنية في الدولة أو الجهات المعنية في إدارة الكارثة، ولكن أيضا كل إنسان فينا حقيقة معني بهذا الموضوع، كل حسب مسؤوليته طبعا ومكانته في المجتمع وفي الأسرة. دكتور، يعني هو ما تفضلت حضرتك عم تحكي أنه في عدد الضحايا كانوا 100 شخص فقط بالمقارنة بتقريبا 25,000، الرقم الفرق مهول. ولكن السؤال هون، هل هو الاكتظاظ هذا كان العامل الأكبر في هاي المرة؟ يعني الزلزال اللي كان في لوس أنجلوس هو كان في منطقة ما كان فيها عدد سكان كبير، ولا هو فعليا الاستعداد هو العامل الرئيسي اللي كان بيفرق ما بين هذا الزلزال والثاني؟ يعني نعم، هو حقيقة موضوع الاكتظاظ قد يكون الوضع في تركيا وشمال سوريا اكتظاظ أكبر بقليل، لكن أيضا منطقة لوس أنجلوس كما تعلمون منطقة مكتظة بالسكان. صحيح. وفيها سكان يعني بشكل كبير جدا بالملايين. لكن موضوع زلزال نودريدج كان فعلا يعني بعيد قليلا عن لوس أنجلوس باتجاه نودريدج. ونقطة أخرى أيضا مهمة جدا، وهي قد تكون العامل الذي نستطيع من خلاله تفسير لماذا حدث في تركيا وسوريا الكثير من الضحايا، السبب الرئيسي البناء، والسبب الثاني عدم الوعي وعدم القدرة على التفاعل وما يسمى بالرياكشن للكارثة أو مع الكارثة، مما أدى حقيقة إلى هذه يعني العدد الكبير من الضحايا. إضافة إلى موضوع في سوريا تحديدا، موضوع التفاعل السريع مع الزلزال. أعتقد ما حدث في سوريا يعني سبب قد يكون الوضع السياسي والوضع اللي بتمر فيه هذه الدولة من سنوات طويلة. نعم. أدى هذا وانعكس أيضا على ما يحدث الآن وحدث أيضا في تلك المنطقة، والضحايا بكمية كبيرة في شمال سوريا، أيضا كما قلنا في جنوب تركيا هناك يعني مشاكل كثيرة في الإنشاءات وعيوب كثيرة، وقد تكون هذه واحد من الأسباب. لكن كما قلت في البداية، الزلزال لم يكن ضعيفا، كان واحد من الزلازل الكبيرة جدا، وأدى إلى التدمير وأدى إلى التشويه للقشرة الأرضية والإزاحات اللي صارت في ما يسمى بالبنية التحتية، مثل ما شفنا بعض السكك الحديدية والشوارع كان فيه إزاحة تزيد عن 3-4 متر بشكل أفقي. صحيح. وهذا بيعني أنه معناته معظم المنشآت الموجودة في منطقة الزلزال حقيقة تأثرت بمثل هذه الإزاحة، وبالتالي نحن نتحدث عن يعني دمار حقيقة محقق في مثل هذه الظروف. نعم دكتورنا، بعيدا عن تركيا وسوريا ننتقل إلى السؤال اللي شاغل بال أغلب الناس. بداية، هل حدوث زلزال قريب من الأردن له تأثير على الأردن؟ وهل الإزاحة اللي أنت حضرتك تفضلت فيها من دقائق اللي صارت بتركيا بعد الزلزال بتعمل على ضغط؟ احنا كنا بنعرف أنه في عنا منطقة البحر الميت، حتشرح لنا أكثر عنها، عنا منطقة معرضة للزلازل، هل هذا ما حدث في تركيا
هذا الشيء رح يكون عم بيأثر على الأردن وما تأثيره علينا وعلى الصفاء احنا في الأردن؟ نعم، يعني كما قلت في البداية، الآن الأردن تقع ضمن ما يسمى بالصفيحة العربية من ناحية التكتونية، وهي تمثل الحد الفاصل ما بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية باتجاه الشمال الشرقي. حدود الصفيحة الأوراسية يكون في منطقة جنوب تركيا، المنطقة اللي حدث فيها الزلزال، وأيضا فلسطين حقيقة هي تابعة لصفيحة أخرى باتجاه أفريقيا، تتحرك هي وسيناء باتجاه أفريقيا مع شمال أفريقيا. بالتالي إحنا بنتحدث عن منطقة نهر الأردن، منطقة البحر الميت، هي منطقة يعني الصدع هذا الصدع اللي هو ما يسمى بالصدع البحر الميت، منطقة نشطة زلزاليا. لكن لو قارنا النشاط الزلزالي في منطقتنا مع ما حدث في تركيا أو يحدث، حقيقة هي أقل بكثير. أسباب كثيرة يمكن يعني نصير من خلال نفسر لماذا ما يحدث من نشاط زلزالي في منطقتنا أقل مما يحدث في تركيا. أهمها كمية الإزاحة السنوية، فعندنا هون إحنا كمية الإزاحة السنوية لا تتعدى 5 مليمتر في السنة، بينما في مناطق في تركيا تزيد عن ذلك بكثير. وهذا مدعاة أيضا يعني إلى أن قوة الزلازل عندهم في تركيا تكون أكبر بكثير إن حدثت طبعا كزلازل مدمرة عنا في الأردن. الآن فيما يتعلق بسؤال حضرتك، أنه هل أثرت الإزاحة التي حدثت في تركيا على الإزاحة التي حدثت أو ستحدث عنا هون؟ حقيقة لا نستطيع أن نقول أن هناك علاقة مباشرة ما بين النشاط والدمار الزلزالي الذي حدث في تركيا مع النشاط الزلزالي المستقبلي عنا في الأردن. كما قلت، السبب أنه معدل الإزاحة مختلف، الصفائح متباعدة عن بعضها البعض، وطبيعة حركة الصفائح عنا باتجاه الشمال، الشمال الشرقي، بينما في تركيا باتجاه الغرب. وبالتالي هنا نحن نتحدث عن عملية تفريغ للطاقة لن تؤثر على كمية الطاقة الموجودة والمخزنة عنا في البحر الميت. وهذا الشيء يطمئن، يعني ما حدث في تركيا تحديدا دكتور، انه بلشنا نسمع كثير اقاويل موجوده، فاللي حدث في تركيا اليوم الزلزال ما راح يكون في له تاثير مباشر على الصفائح في الاردن؟ لا، غالبا على الاغلب طبعا، يعني هذا الموضوع طبعا بحاجه لبحث علمي حقيقه اضافي. صحيح. لكن بشكل عام نحن نتحدث انه بعون الله وان شاء الله لن يحدث عنا يعني زلزال مدمر كما حدث في تركيا أو حتى أقل منه، لأنه إحنا صفائحنا التكتونية في منطقة الأردن، في الأردن كجزء من الصفيحة العربية، لن تتحمل تخزين طاقة تزيد عن زلزال بقوة 7 فما فوق. الطاقة التخزينية عندنا هون للصخور في منطقتنا يعتقد أنها تتراوح ما بين 6 إلى 7 درجات بأعلى مقياس لها. نعم، فإن شاء الله أنه إحنا بنقدر نهدي شوي النفوس، انه ما فيش كثير هاي. طيب دكتورنا، نرجع ما قبل الزلزال وما قبل حدوث الزلزال، وتحديدا في 3 شباط كان في متنبئ، او خلينا نحكي العالم الهولندي اللي توقع بحدوث الزلزال. قبل ما نحكي عنه، هل يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل؟ وما حدث مع هذا المتنبئ او هذا الشخص العالم في الزلازل، هل هو صدفه ولا هل هو له اساس علمي اليوم عشان احنا نقدر نسمع لهاي الاقاويل اللي عم تطلع؟ نعم. الآن فيما يتعلق بسؤالك الأول، الشق الأول، موضوع التنبؤ بالزلازل، حقيقة واحدة من المعضلات الرئيسية التي تواجه البشرية الآن موضوع التنبؤ بالزلازل. دول كثيرة متقدمة مثل أمريكا، في مدينة اسمها باركفيلد تقع على فالق سان أندرياس فولت، قاموا بعمل دراسات لمدة تزيد عن 30 عام. استخدموا في هذه المنطقة العديد من التقنيات والإمكانات، وصرفوا الملايين لمحاولة توقع زلزال كان متوقع في منطقة باركفيلد. هذا الزلزال يأتي كل حوالي 22 سنة. كل ما قاموا فيه من عمل لم يستطيعوا من خلاله التنبؤ بهذا الزلزال، والذي كان متوقعا عام 1986 لليوم لم يحدث هذا الزلزال. فوصلوا لنتيجة العلماء الأمريكان إلى أنه إحنا حقيقة موضوع التنبؤ بالزلازل دعونا لا نفكر فيه، لأنه يبدو في أمور لسه لغاية الآن لم نستطع فهمها من ناحية علمية. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الزلازل؟ قد يكون لدينا فهم معين، قد يكون لدينا بعض الحقائق في موضوع تفسير حدوث الزلازل، لكن لسه في كثير أمور حقيقة بعيدة بعدها عنا، على الرغم من التطور والتقدم اللي إحنا حاصلين عليه. فإحنا ما بنقدر، عفوا بس على المقاطعة، إحنا ما بنقدر نتنبأ بالزلازل. نعم، الآن طبعاً التنبؤ بالزلازل ينقسم إلى اتجاهين أو شكلين. نعم. الشكل الأول أو النوع الأول هو ما يسمى بالتنبؤ بعيد الأمد.
أو الطويل الأمد. وهنا نتحدث عن أنه والله أنا بناء على ما حدث قبل 500 سنة أو 300 سنة أو 200 سنة في منطقة البحر الميت، نعم، أنا بتوقع أنه حيرد هذا الزلزال يحدث عندي في البحر الميت، لكن أمتى وأي ساعة وأين مكانه وكم قوته، هذه هون التحدي. هنا الآن إذا التنبؤ طويل الأمد أنا أستطيع أن أقوم فيه، ومبني على وهناك معلومات سابقة، على إحصاءات سابقة، يعني ما في عندي حدثت تتنبؤ أبدا. تمام. الآن النوع الثاني اللي هو إحنا نبحث عنه اللي هو شبيه بالأرصاد عندكم، نعم، اللي هو قصير الأمد، هذا بنتحدث فيه عن ساعات وأيام، وهذا الحكي للأسف لليوم إحنا مش قادرين نسويه كعلماء وكمختصين في موضوع الزلازل، ويعتبر واحد من التحديات. تمام. نعم. العالم الهولندي ماذا فعل؟ الآن كيف قدر يتنبأ؟ هل هو تنبأ ولا صدفة؟ واحدة من الطرق اللي بيستخدموها العلماء لموضوع التنبؤ بالزلازل قصير الأمد إنهم بيتبعوا ما يسمى بإشي اسمه التغيرات الفيزيائية قصيرة الأمد، مثل اللي بيسموها بالإنجليزي البريكيزرز. فالآن في هناك تغيرات تحدث، لاحظوا العلماء مرات بتحدث مرات ما بتحدث، تغير في المجال المغناطيسي في منطقة بؤر الزلزال الضعف التكتوني، تغير في المجال الكهربائي الكهرومغناطيسي، تغير في غازات الرادون وكمية غاز الرادون وتركيزه في الهواء وفي الطبقات الصخرية، أيضا تغير في اللي هو الجاذبية الأرضية. الآن العالم الهولندي يتحدث عن نقطة الجاذبية، أنه القمر عندما يكون بدرا، نعم، فأنه تكون كمية الجذب للأرض لإله في منطقة معينة من الأرض أكبر ما تكون، وبالتالي إذا ربط هذا الشيء مع كواكب أخرى، طبعا هو هكذا تقوم فكرته على أنه يربطه مع المشتري وعطارد والقمر عندما يكون فول مون، فبدر يعني. فبالتالي بناء على هذا الكلام وبناء أيضا على أنه رجع لإحصاءات على أنه قد يحدث، قد وهو يستخدم اسلوب الاحتمالات، نعم، يعني رجعنا لموضوع الاحتمالات، صحيح، قد يحدث زلزال لانه الان القمر كامل بدر وعطارد والمشتري بزاويه معينه عن القمر ومع الارض، وبالتالي وفي نقطه ضعف تكتوني الان موجوده في تركيا، فبناء على هذه الحقائق بنى احتماليه ان يحدث هذا الزلزال وتحدث عن ذلك. وأنا تواصلت معه حقيقة بالإيميل أكثر من مرة يعني بعد ما صار الحديث عن هذا الموضوع، ممتاز. فهو أشار لي بأنه يعني هو كان يتوقع ولم يكن متأكدا، نعم، وأنه عنده شيء من الحظ ضربت معه مثل ما بيحكوا، يعني أنه والله زبطت أنه كان يتوقع ربط هذه الحقائق العلمية وبالتالي حدث مثل هذا الزلزال. طبعا لا ننسى أنه منطقة تركيا المنطقة اللي صار فيها الزلزال آخر زلزال كان عام 1939 يعني من 100 سنة، ومنطقة مثل تركيا يحدث فيها زلزال كل 100 سنة، هذا طبيعي من ناحية، نعم، إحصائية وعلمية، نعم، وبالتالي يعني ارتبطت الأمور مع بعض، القمر كامل بدر وأيضا الكواكب، وبالتالي ربط هذه الحقائق مع الإحصاءات وطلع، نعم، هذه الدراسة تبعته، نعم، وهو بالتالي يعتقد أنه يعني هناك احتمالية، احتمالية قد تكون 10% إنها تزبط، وفعلا هي زبطت مع هذه المرة، نعم، هكذا يتحدث. وهذه هون يعني دعني يعني أؤكد على أنه، نعم، موضوع التنبؤ بالزلازل يعتمد على الاحتمالات، نعم، يعتمد على الاحتمالات، يعني أي واحد فينا بإمكانه يتحدث عن تنبؤ وتوقع بالزلزال، لكن مدى نجاحه لا تزيد عن 10%، لأنه هو معتمد على الاحتمالات دكتور، نعم، يعني بس عشان أنا أكون متأكد إنه حتى المشاهدين يقدروا يفهموا علينا، أنا اليوم ما عندي أجهزة تتنبأ في الزلازل، صحيح؟ أبداً، لا يوجد أجهزة، وإنما هناك أجهزة لقياس مثل ما حكيت التغيرات الفيزيائية، صحيح، التغير المغناطيسي، الجاذبية، الإشعاعي، الرادون، لا تتنبأ بالزلازل، هذه لا تتنبأ، تعطيك إشارة. والمعضلة أيضاً، نعم، مرات تتغير هذه المؤشرات الفيزيائية ولكن لا يحدث الزلزال، وهذا ما حدث في بارك فيد في كاليفورنيا، هذا ما حدث في اليابان، حاولوا يتبعوا هذه الأمور ولم يفلحوا ولم ينجحوا. العلماء استطاعوا مرة واحدة في التاريخ عام 1975 في الصين في، نعم، منطقة اسمها هايتشينغ، استطاعوا أن ينجحوا بالتنبؤ بالزلزال ونجحوا وأخلوا المدينة وحدث الزلزال، عدد سكانها مش كبير، 500,000، أخلوا، نعم، جزء منهم اللي رضي يطلع، أكثر من النص طلع منهم أو أكثر، وفعلا صار الزلزال وكان الضحايا بأقل ما يمكن، صحيح. الآن بس كيف كانت صار دراسة موسعة، نعم، على هذا النجاح اللي خلينا نحكي عنه، ولكن بالنهاية كان الملخص لهذه الدراسة على أنه هناك الحظ
كان مع الصينيين، علماء الصينيين في تلك الفترة، لأنه بعدها بثلاث سنوات في منطقة بعيدة 200 كيلو عن مدينة هايتشينغ توقعوا، لأنه حثت نفس المؤشرات الفيزيائية اللي تحدثنا عنها، وأخلوا المدينة ما صار الزلزال. وطبعا عملية إخلاء مدينة بسكانها 1.2 مليون تحطهم في مخيم مؤقت في منطقة بعيدة، بدهم خدمات، بدهم كل شيء، متابعة، مش سهل على الدولة، مش صحيح. سهل على الدولة طبعا. لذلك هدول بعد أسبوع رجعوهم على المدينة، صار بعدها بشهرين الزلزال. يعني التوقع أصلا ما كان دقيق. فيعني هذه النقطة مهمة جدا حقيقة، يجب أن نذكرها، إلى أنه ما هو البديل عن التنبؤ بالزلازل. هذه النقطة لازم، أنا بعتقد هي السبيل لنجاح الدولة في تقييم الخطر. يعني الآن الدول تبعت ما يسمى بإشي اسمه assessment and mitigation. assessment أنا بقيم الخطر صح، بحدد كمية الخطر المتوقع من الناحية الزلزالية، قديش حيعطيني أكبر زلزال، قديش التسارع المتوقع acceleration، لأنه التسارع له تأثير على المباني، مرتبط بالمباني. وأيضا إشي اسمه mitigation. إيش يعني mitigation؟ تخفيف الخطر. تخفيف الخطر بيدخل في الإطار اللي ذكرناه في البداية، التحضير للزلزال، وهذا الاستعداد قد يكون بحاجة لسنوات مش بيوم وليلة. والتفاعل أثناء الزلزال، إيش بدي أدرب الناس، عامة الشعب، شو يسوي إذا صار زلزال، هو في بيته أو هو في المدرسة أو هو في الشارع أو هو في الباص. وأيضا بعد الزلزال هون بيجي دور مين؟ الناس بيدخلوا في المساعدة، مساعدة السلطات المسؤولة عن موضوع التفاعل مع الدمار اللي صار، بالضحايا اللي صاروا. ودائما في قاعدة تقول في موضوع إدارة الكارثة أن الكل مسؤول للخروج من هذه الكارثة بأقل الخسائر. نعم، وإحنا إن شاء الله دكتورنا للحديث عن هذه المواضيع تحديدا وكيف نتعامل مع الزلازل، رح يكون معنا ضيوفنا القادمين. دكتور عيد، بدي أشكرك لوقتك وشكرا لمشاركتك معنا. شكرا لك. وانتقالنا إلى المحور الثاني، ولكن قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني وهو تاريخ الأردن بالزلازل وماذا ينتظرها في المستقبل، رح ننتقل لبعض المشاهد من الزلزال الذي ضربه تركيا، ونلتقي في المحور الثاني إن شاء الله. إذن عدنا إليكم، وبالعودة إلى المحور الثاني من حلقتنا لهذه الليلة، تاريخ الأردن بالزلازل وماذا ينتظرها في المستقبل. معنا المهندس غسان السويدان، مدير مرصد الزلازل الأردني. مهندس غسان، مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافية. الله يسعد مساك. مهندس غسان، كنا عم نتحدث قبل قليل مع الدكتور عيد، وتحدثنا عن موضوع التنبؤ في الزلازل تحديدا في موضوع الأشياء القادمة، وخبرنا الدكتور أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل. اليوم إحنا عم نحكي مع المرصد الأردني، الأجهزة اللي موجودة عندنا كيف آلية عملها؟ هل إحنا موضوع التنبؤات هاي ممكن حتى لو إحصائياً، كيف ممكن يصير هذا الموضوع، وكيف آلية العمل بشكل عام داخل هذا المرصد للزلازل في الأردن؟ تمام، إن شاء الله راح أجاوبك على أسئلتك كاملة. في الأردن حالياً ما يزيد عن 23 محطة رصد زلزالي موزعات في مناطق المملكة. ليش موزعات؟ لحتى نغطي أكبر قدر ممكن من الأحداث الزلزالية. نعم. هذه المحطات الزلزالية موجودة في أماكن الخلاء البعيدة عن التشويش. يعني إحنا بدنا نقيس الحركة الطبيعية للأرض اللي هي الحركة اليومية خلال 24 ساعة، وفي حال حدوث أي شيء داخل الكرة الأرضية، أي حركة غير طبيعية، فبيتسجل عندنا. يعني إحنا ما بنستبق الأحداث، إحنا قاعدين بس منقيس أي حركة داخل الكرة الأرضية. 24 ساعة المحطات بترسل إنها لمركزنا في عمان، بوصل عندي، بتطلع على الإشارة، فإذا الإشارة ارتفعت عن المعدل الطبيعي معناته صار عندي خلل معين. ثلاث إشارات كافية ليحددوا لي والله إنه أنا صار عندك زلزال أو حدث غير طبيعي. بقوم بتدخل العنصر البشري خلال ثواني، بنحدد منطقة الزلزال وبنعلن عن الزلزال يعني حسب قوته. احنا ما منستبق، او ما في نظريه علميه بتستبق حدوث زلزال. الاجهزه اللي عندنا اللي موجوده في المرصد هي اجهزه عالميه، احدث الاجهزه العالميه الموجوده،
كما نعمل نحن تعمل المراصد الأخرى. نعم. نفس الأجهزة، نفس المعدات، نفس الانتشار، تقريبا نفس السوفت وير، فما في شيء. هلا إنك تقول لي إنه أنا تتوقع أو تتنبأ، هذا الشيء مغلوط أكيد. هلا الزلازل هو مهندس، وصلت اليوم وفي انتشار رهيب لرسائل تحديدا عندنا في الأردن إنه مرصد الزلازل عم بحذر، مرصد الزلازل عم بحكي كل هاي الأشياء، وتحديدا أنا يعني أهل بيتي وصلنا مسجات إنه زلزال مدمر غدا. طبعا هذا الكلام أول مبارك أكيد، زلزال مدمر رح ينهي الأردن ورح ينهي كل هاي الأشياء. عم تطلع باسم المرصد، عم تطلع باسم أشخاص ممكن يكونوا منتحلين هاي الشخصية، ما في حقيقة وراء هاي الادعاءات، صحيح؟ أنا يعني باسم حضرتك بدي أوضح هاي المعلومة المهمة. أكيد إن شاء الله، إن شاء الله. يعني أي زلزال بصير داخل الأردن أو خارج الأردن ما في حدا بيقدر ينكره. نعم. إحنا منسجل الزلزال، يعني صار زلزال بسوريا إحنا منسجله. صحيح. فالأخوان بسوريا ما رح يقولوا والله ما صار عندنا زلزال. صحيح. وهو شيء طبيعي، يعني إحنا ليش نخبي إذا في زلزال؟ ليش نخبيه؟ نعم. أو ما بنقدر نخبيه. هلأ موضوع ما في تنبؤ، ما في تنبؤ بالزلزال، أي أني إنه أنا بعرف إنه في زلزال رح يصير الساعة 6 أو باليوم الفلاني أو الأسبوع الفلاني أو الشهر الفلاني أو السنة الفلانية، فهذا الشيء من ضرب الخيال. ما في نظرية علمية، ما في نظرية علمية مثبتة أو تجربة علمية حصلت في الدول المتقدمة. خلينا نحكي إن اليابان بصير فيها زلازل يومي. صحيح. عندهم اقتصاد عالمي، عندهم تطور علمي. إندونيسيا، ماليزيا، الصين، أمريكا، كل دول العالم بصير فيها زلازل إلى حد ما. هلأ لو عندهم، لو في شيء كان هم اشتغلوا. هلأ ما بنعرفه إنه إحنا إنه في زلازل حصلت بالماضي. نعم. أماكن منشاهدة بالعين المجردة إنه والله في هون صار أماكن دمار. صحيح. الجيولوجيين بيعرفوا إنه هاي الطبقة تحركت إلى على أو الأسفل خلال المدة الزمنية الفلانية. توارث تاريخي، الناس اتوارثت إنه باليوم الفلاني صار في عنا زلزال، بالسنة الفلانية صار في دمار. حجم الدمار يقدر تقدير بالماضي. بالماضي كان يقدر تقدير. والله بنقول إنه والله بالأردن سنة 1927 صار في عنا زلزال كبير في نابلس. صحيح. طب مين خبر عبرنا عنه؟ الأجهزة سجلته؟ لا، سجلوا ناس مشاهدات عينية، ناس وارثوا من جد للابن، فبتكلم عنه ووثقته كتب التاريخ. نعم. صار في عنا زلزال في المنطقة الفلانية. فأنت لما حديث عن هاي الزلازل. نعم. دكتور صحيح مهندسنا، بخصوص هذا الموضوع احنا كمان نحكي على التاريخ اللي احنا مشينا فيه خلال. نعم. الأردن. يعني انا مثلا هون موجود عندي انه في عام 1995 كان في عندنا زلزال بالعقبة بقوة 7.3. نعم. وحضرتك تكلمت عن الزلزال اللي كان موجود في نابلس والاشياء هاي تاريخيا. فهل احنا تمام. بعيدا هلا احنا قدرنا نوصل للأردن، هل نعتبر او تعتبر الأردن نشطة زلزاليا؟ تمام. انا بلشت لك بالزلازل اللي ما كنا مسجلينها على الاجهزه. نعم. خلينا نيجي هلا على الزلازل اللي سجلناها على الاجهزه. هل في تغير بالنمط او تغير شيء؟ نعم. هل اثبتت النظريات القديمه انه في عندنا زلازل في المنطقه؟ راح نبلش زي يعني بال95 تم تسجيل زلزال في جنوب العقبه تقريبا. صحيح. كان يبعد 100 كيلومتر من العقبه. نعم. كان الزلزال قوي جدا، قوه 6.3، والحمد لله رب العالمين شعرنا فيه بالاردن ولكن لم يحدث اي دمار والحمد لله، وما في خسائر بالأرواح، وأثبتنا إنه عندنا البناء جيد في الأردن، وليس كما يتداول. أنا ما بعرف كيف يتم تداول أخبار إنه المباني في الأردن غير هيو زلزال 95 ليس بالبعيد. نعم. قوته قوي مقارب جدا مقارب لزلزال تركيا. احنا بنحكي على 7.3 وهو 7.8 اللي في تركيا. ماشي، ولكن 6.5 برضو مش زلزال هين. صحيح. زلزال مش هين. والحمد لله رب العالمين يعني ما صار في أي دمار في مدينة. نعم. العقبة أو ميل. سنة 2004 صار في عندنا زلزال بالبحر، كان مركزه البحر الميت، البحر الميت اللي هو منتصف الأردن. صحيح. يعني المفروض أنه كل الأردن شعر فيه، وشعرت فيه معظم الأردن والشرق الأوسط، شعروا بهذا الزلزال، مناطق سوريا، الأردن، العراق، فلسطين شعروا فيه، فما في عندنا مشكلة. برضو الحمد لله رب العالمين لم نشهد أي دمار. يعني مختصر مفيد، نعم حصلت زلازل في الماضي بالأردن، حصلت مسجلة تاريخيا ومثبتة، ويحصل في الحاضر. نعم. يعني الزلزال أمر طبيعي، ما نتخوف منه، ما نطلق إشاعات إنه رح يصير زلزال باليوم الفلاني. السنة اللي فاتت
بشهر كانون ثاني كانون او ثاني عفوا وشباط صار في زلازل عندنا في منطقه سد وادي العرب بالشمال. نعم. شعروا فيه سكان اربد والرمثه كان زلازل خفيفه قوه 4 تقريبا شعروا فيها المواطنين والحمد لله رب العالمين ما في خسائر ما كان في اي شيء سيء. دليل انه حتى الزلازل اللي موجوده عندنا حاليا اللي بنشهدها فهي زلازل متوسطه والحمد لله رب العالمين ما بتخوف. نعم. ما بدنا نخوف الناس ولكن هي الطبيعه وهي اللي موجود وما في داعي للقلق وهذا حسب التاريخ في المرصد في تمام. مرصد الزلازل الاردني. تمام. طيب مهندسنا تعقيبا بس على السؤال، هل تعتبر الاردن نشطه زلزاليا؟ هلا هو تحكي نشطه زلزاليا او غير نشطة هو موضوع نسبي. نعم. ولكن نحن مش خامدين، احنا نعم. احنا بنسجل زلازل ولكن زلازل خفيفه، زلازل في صحيح. في حدها الطبيعي، خلينا نحكي بالنسبه للارتجاج لتحرك الكره الارضيه للقشره الارضيه. اما انت بدك تيجي تقارن الاردن باليابان اكيد لا، اليابان كثير صح. وضعهم صعب. إيه، تركيا بلد زلزالي، بلد معروف انه فيها زلازل ومدمره صحيح. الصين بصير فيها زلازل ومدمره، احنا مقارنه فيهم ولا شيء تمام. اكيد. طب بالحديث عن شده الزلازل وهي الاشياء لا. مقياس اللي احنا بنسمع عنه زلزال بقوه 7.8 زلزال بقوه 6 بقوه 1 هذا كيف يعمل؟ ما هو المقياس يعني كيف بقدر اعرف انا الفرق بين الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والى اي حد تعتبر هاي الدرجات مدمره؟ يعني أنا لما بسمع كشخص طبيعي زلزال بدرجة 6 درجات على مقياس ريختر هو مدمر، ما بعرف على مقياس درجة 5-7 بقدر أعرف لأني شفت اليوم بتركيا أنه 7 كان شيء مهول. إيش الفرق بين هاي الدرجات للناس يعني بشكل علمي؟ كيف بقدر أنا أفهم هاي المقياسات؟ خلينا نحكي مقياس ريختر كيف بيشتغل. نعم. هلأ ريختر هو عالم أمريكي. نعم. بيشتغل بالزلازل سنة 1930s في هذا الحدود. هلأ شو بصير؟ أنا عندي الجهاز الحساس هو عبارة عن كتلة حساسة بتتحرك، إذا صار في حرك في الأرض فهي بترتفع وتنخفض. صحيح. هلأ هي موجة زلزالية زي ما تربي حجر أنت في المي. أيوة. بركة مي وبتطلع عليها بتنتشر بشكل دائرة أمواج. نعم. وهذا اللي بصير في الأرض، هذا نفسه اللي بصير في الأرض. هلأ بتوصل الموجة عند المحطات الأردنية معروفة مكانها، الإحداثياتها، ارتفاعها عن سطح البحر. عندي 23 محطة فكل واحدة معروفة مكانها. بيوصلني الموجة بتوصل بالثانية الفلانية بالجزء من الثانية الفلانية. نعم. بنعمل حسبتنا الرياضية، هلأ حسابات رياضية، حساب مثلثات، مش شيء خارق للطبيعة. نعم. هلأ قديش الارتفاع الموجة هاي على الأرض، قديش بعد المحطة عن مركز الزلزال، معادلة رياضية بندخلها فبتبلش عندي تقول والله انه المقياس ريختر بلش من 1 إلى 9 مفتوح والجهاز. نعم. هلا بتقول والله انه مقياس ريختر 2-3. نعم. ماذا يعني 2-3؟ هي حركة طبيعية ما بشعر في حدا، هاي يعتبر. نعم. زلازل بسميها زلازل خفيفة او غير محسوسة للبشر بين تحت الثلاث. تحت الثلاث انا ما بحس في هاي في هذا الزلزال اذا كان تحت 3 درجات. كل يوم بنسجل بالاردن تقريبا هاي الزلازل، وشيء طبيعي وشيء يعني طبيعي بعيدا انه مش بس عندك بالاردن، مش بس عندك بالاردن، العالم كله قاعد بيسجل هاي الزلازل. نعم. وغير محسوسه وغير محسوسه وما فيها عليها. ليش قلنا والله احنا بنسجل زلازل بالاردن؟ طب هو قديما صار كان يسجل زلازل. صح. بس انت بالقديم ما كنت تسمع والله انه زلزال قوه 2.5 ولا زلزال قوة 3. ليش؟ نعم. لأنه البني آدم ما شعر فيه. صحيح. أثر سلبي على المباني ما صار عندك، غير موجود. إمتى بلش الأثار السلبية؟ أنت بتحكي من زلازل في الأردن من 5.5 أو 6 وأعلى. نعم. قالوا والله أنه صار زلزال بالمنطقة الفلانية. طب قبل ما كان يصير أكيد بخلال هالألاف السنوات الماضية ولكن ما كان مشعر فيها. بالضبط، لأنه البني آدم ما شعر فيه، المباني ما تأثرت فما تسجلت بكتب التاريخ. ما في تاريخ بيقول لك أنه سنة 1820 تسجل في الأردن زلزال قوة 4.2 أو 3.8، بس هو كان موجود. بس أجهزة رصد زلازل حساسة ما كان فيه موجود. نعم. هلا وغير مخيفة، وهذا الهدف. بالضبط. الزلازل اللي عم تتعرض لها، وهذا الشيء بياخدنا كمان على قصة دكتور مهندس عفوا، احنا كنا عم نحكي وتحديدا مرصد الزلازل الاردني اعلن انه احنا رصدنا اكثر من 1400 هزة في الاردن في المرصد. صحيح؟ تمام. بدنا تشرح لنا اكثر ايش يعني انا لما اكون عم برصد هاي الهزات، وهل هذا الشيء يعني انها صارت في الاردن،
وايش الفرق بين قوه هذا الزلزال وشدته تحديدا، انه احنا لسه عم نحكي على هذا الاطار، فايش يعني هاي الارقام؟ إن شاء الله. انا يعني كشخص ما افهم، 1400 هزه رقم مرعب بالنسبه لي. ان شاء الله سيدي. هلا الهدف انه انت تعطي المعلومه الصح. نعم. هلا يوم صباح 6/2 4:18 دقيقه معظم مواطني المملكه من شمال المملكه تقريبا لجنوب، وحتى في ناس بيقولوا ابعد من هيك، شعروا بالزلزال. اذا هون صار عندنا موضوع شده الزلزال، شعروا بزلزال وخلل عندهم شعروا فيه. نعم. هذا بنسميه شده الزلزال. انت بتطلع على الزلزال، هو مش بالاردن بس احنا شعرنا فيه بالاردن. اذا عندنا شعور، كيف كان شعورنا للزلزال؟ رج خفيفه. صحيح. اذا هذا الزلزال شدته قليله. هو شده الزلزال مشاهدات عينيه على البني ادم، الانسان كيف شعر فيه. نعم. شعوره بالزلزال تمايل، الابنيه تمايلت، صار في عندنا دمار. فمثلا نقول انه هلا شو شده الزلزال على ايش بتعتمد؟ كل ما ابعدت عن بؤره الزلزال فبتقل شده الزلزال. نعم. تمام. هلا انت ممكن تكون اقرب الى الزلزال. اكثر ناس بيشعروا في الزلزال الناس القريبين جدا منه. وفي عامل آخر مهم جدا لازم نعرفه، شدة الزلزال. شدة الزلزال بتكون كبيرة لما يكون المبنى غير يعني قائم على تربة رملية في منطقة رملية، في هناك مياه جوفية. طبعا كل ما وصلت قربت على مركز الزلزال بتزيد الشدة، كل ما أبعدت عن بتقل الشدة. بتقل الشدة. قد يحصل دمار في مناطق بعيدة عن الزلزال لأنها إلها طبيعة جيولوجية معينة إحنا ما بنقدر نعددهم حاليا، طبيعتها الجيولوجية بتساعد إنه يصير فيها خلل. نعم. وقد يحصل إلى أماكن أقرب بناء جيد، منطقة جيدة ما بصير فيها مشاكل. طيب إحنا اللي هلا نرجع لموضوع 1400 هزة اللي سجلت. هلا خلينا نكون واضحين يعني. نعم. إحنا يبدو اللي صار فيه خربطة. هلا بالأردن بمرصد الزلازل الأردني. أيوة. منسجل هزات من كل مناطق العالم، من نعم. من الأسكا، من نيوزيلندا، من الأرجنتين والبرازيل، منسجل عنا. نعم. بس شو اللي بوصلنا يعني؟ كل ما أبعدنا كل ما كانت الشدة اللي عم توصلنا أقل. نعم. هلا إحنا منسجل قوة في المرصد عنا، منسجل قوة الزلزال. نعم. لازم يكون زلزال كبير جايينا من مناطق البعيدة. مثلا أنا من نيوزيلندا ما راح أسجل زلزال قوة 4. نعم. بس بسجل زلزال قوة 7. ليش؟ الموجة بتوصل تدخل نواة الأرض وبترجع لعندي. زلزال قوة 3، زلزال قوة 2 بإندونيسيا ما رح أسجله. نعم. زلزال قوة 7 بسجله من تركيا. زلزال قوة 5 سجلته بتركيا. فأنا اللي صار إنه أنا سجلت قوة الزلازل اللي صارت في تركيا، سجلتها عندي في المرصد. نعم. أجهزتي حساسة، أجهزتي بتشعر بالمحيط، فسجلناها. سجلنا زلزال في نابلس قوة 3.5. نعم. سجلنا زلازل عندنا بالبحر الميت قوة 2.5. هلا اللي بسوريا، مرصد الزلازل بسوريا ما راح يقدر يسجل زلزال الأردني قوة 2.5. لأنه ما راح يوصل لعنده. لأنه ما راح توصل الأمواج لعنده. نعم. فالمرصد الزلازل الأردني زي ما قلت لك هو متطور، أجهزتنا حديثة. شعرنا بالزلزال اللي تركيا سجلنا عنا. الزلازل قوة 5 و5.5 سجلناها في الأردن ولكن ما إلها أي أثر سلبي علينا في الأردن. ما إلها أي أثر. زلازل قوة 4 تصلنا، أجهزتنا حساسة بتطلع. إحنا زي ما قلت لك في عنا أجهزة بأقصى الشمال الأردني وعنا أجهزة بأقصى الجنوب الأردني. إحنا أجهزتنا في أقصى الشمال الأردني راح تسجل زلزال قوة 4 اللي في تركيا، بس اللي في الجنوب في العقبة غالبا ما راح تسجل، بتسجل زلازل البحر الاحمر، زلازل اللي بمصر، زلازل اللي بالسعوديه لا سمح الله. فهذا اللي بصير. فتسجيلي عفوا مهندس، لا يعني هاي الهزات لا يعني انها حدثت في الاردن. صحيح 100%. ما حدثت هاي الهزات اللي هم 1400 هزه اليوم لما احنا عم نحكي ما تسجلت في الاردن. أكيد. هذا واحد ضمن حدودنا. ما تأثر علي، ما اثرت عليه لا سلبي ولا ايجابي. تمام. فالمرصد، مرصد الزلازل الأردني تحديداً بيكون عم بيسجل زلازل على مدار اليوم، على مدار السنة، صحيح؟ تمام 100%. تمام. لا يعني إنها انوجدت في الأردن ولا يعني إنها أثرت علي في الأردن. صحيح. وآخر معلومة أنت كنت عم تحكي لنا إياها، إنه أنا ممكن يكون في هزات بسيطة عم بتصير عندي حتى لو كان مركزها أو مكانها موجود في الأردن، إذا كانت أقل من 3 لا تعني شيء ولا عليها أي خطر، صحيح؟ مش بس 3 يعني، حتى زلزال قوة 4.5 لا يعني شيء للأردن، وقوة 5 ببلش يشعروا فيه ناس أكثر. نعم. هلا الدمار متى ببلش؟ طبعا لما نقول ببلش ما يعني أنا ما بعطيك رقم. ليش؟ يعتمد
على بعدك عن الزلزال. نعم. نوعية المباني اللي أنت فيها. نعم. نوعية المنطقة كاملة كجغرافية، يعني خلينا نقول المنطقة الكرك بتزغر لمنطقة المرج، بتزغر لمنطقة كذا، كل منطقة زي ما بيحكوها الختيارية الأرض بتفرق بالشبر. صح. فممكن لا سمح الله جارك يعني يصحى على زلزال قوة 3 تقول له يا زلمة ما صحيت، جارك يصحى على زلزال قوة 4.5 صح تقول له أنا ما شعرت، وكلامك صح وكلامه صح. الأرضية اللي موجودين عليها تختلف، ممكن تفرق، البناء اللي احنا موجودين نعم. فيه نعم. ممكن يفرق الأشياء. الزلازل اللي بتخوف أو ما بنسميها الزلازل المدمرة، أنت بتحكي من قوة 6.5 وطالع. نعم. يعني 6.5 6.7 بالعشرة، يعني هاي الحمد يعني إن شاء الله ما تكون موجودة عندنا. نعم. وما نشوفها إن شاء الله، ولكن هذا اللي بصير يعني. وما في شيء للتخوف، ليش؟ الزلازل شيء طبيعي. نعم. يحصل دائما وابدا، وحصل في الماضي ويحصل في الحاضر وسيحصل في المستقبل، وكله بإيد رب العالمين. وما في داعي لا لموجات لا الهلع ولا الخوف الأخبار اللي وصلتنا. أكيد أكيد. ولا في إشي رح نقدر نعرفه بكرة الساعة 6 وبعده ولا بعد ثواني ولا بعد دقائق، وما حدا بيعرف أبداً، ما بعد ما يصير الزلزال إحنا وغيرنا بس مسجل الزلزال، وغيرنا ما في حدا بسجل. نعم. إذا كمان إحنا عشان نعرف مهندسنا سبل الوقاية زي ما أنت حكيت، أو نقدر نستنتج منها إنه هي مش إنه ما يصير الزلزال، لأنه زلزال شيء طبيعي أكيد، ولكن سبل الوقاية راح تكون إنه أنا أكون جاهز وعارف. نعم. كيف أتصرف وعارف كيف. نعم. أعمل خلال وقوع الزلازل بالأشياء هاي. صحيح أكيد سيدي. هلا مش بس الزلازل، أي كارثة بتصيبك لا سمح الله، يعني جرت غاز انفجرت بالبيت لا سمح الله، صحيح لا سمح الله، انقطاع التيار كهرباء أو حريق المدافئ. نعم. الأمطار أحيانا قد تدهمك، يعني صار عندنا بالأردن قبل سنوات، مش زمان يعني، قبل أقل من 10 سنوات المياه داهمت المنازل في عمان. صح. في عمان اللي نحكي أن أبنيتها ممتاز ودخلت عندنا السراديب، في ناس توفت. صح. هلا هاي كارثة، هاي تسمى كارثة طبيعية أو كارثة اصطناعية، يعني أهم الحل معهم بالضبط أن نكون مستعدين. أكيد. صحيح. الحل الوحيد أنه هدوء الأعصاب. نعم. الثقة بالنفس والثقة برب العالمين، ويعني أدير بالي على نفسي، أحمل آخرين، أخذ احتياطاتي، أعمل تمارين وهمية عندي في البيت. صح. أعلم أطفالي، أعلم زوجتي أنه ما في مشكلة، أنا وقعت كسرت رجلي ما في داعي صراخ. أنا بتصل بالدفاع المدني، بحط المريض بناحية معينة بقدر. نعم. ألمسه ما بقدر ألمسه، هاي نحكي بالكوارث بشكل عام. صح. خلينا نركز على الزلازل. نعم. إحنا ما بدنا نحط الزلازل بس هي الكارثة الطبيعية الوحيدة، في كوارث أخرى قد تؤدي بحياة الناس أكثر. إحنا المدافئ اللي السنة اللي فاتت بالأردن قتلت أكثر من الناس اللي ماتوا خلال الزلازل الماضي. صحيح. صح. فلهيك إحنا كل الأشياء اللي إحنا ممكن نعملها عن طريقنا، ما بنتنبأ بالزلزال، وإن حدث إحنا نكون جاهزين ومستعدين له. وإحنا بهاي الحلقة كمان رح يكون معنا من إدارة الأزمات وإدارة الزلازل، رح نكون عم نحكي عن تفاصيل أكثر كيف ممكن نتعامل مع هاي الأزمات وهاي الأشياء. إذا كنت معنا مهندس غسان السويدان مدير مرصد الزلازل الأردني، شكرا لوجودك معنا. وأيضا ننتقل إلى محورنا الثالث وهو إدارة الزلازل والمخاطر والكوارث الطبيعية، وإيش ممكن نعمل في حال حدوث كارثة طبيعية لا سمح الله، وكيف ممكن نتصرف كمواطنين داخل منازلنا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الجيوفيزيائي الأستاذ وليد عليان للتحدث أكثر عن مخاطر الزلازل. أستاذ وليد مساء الخير. مساء الخير، حياكم الله. أستاذ وليد، بدنا نتحدث شوي عن الكوارث، وتحديدا تكلمنا مع الدكتور وقلنا أنه ما راح يكون في تنبؤ للزلازل وصعب نتنبأ في الزلازل، والمهندس خبرنا أنه الحل الوحيد هو أنه نتدارك هاي المخاطر ويكون عندنا وعي أكبر. ولكن في عندنا مشكله حاليا، انه احنا كل ما بنحكي في المخاطر او بنحكي شو هي الاجراءات السلامه العامه بيكون في رعب عند الناس انه في خطر قادم. فرح نسلمك احنا الموضوع وتخبرنا اكثر، بما انه احنا عارفين انه ان شاء الله ما في خطورات قادمه او ممكن يكون في، ولكن كيف ممكن نتدارك هاي المواقف؟ يا سيدي الكريم، في البدايه اود الاشاره الى نقطه معينه. احنا الان لما نتحدث عن اداره الكارثه او اداره الكارثه الزلازل بالذات، هذا لا يعني بان هنالك زلزال قادم قريب. صحيح. احنا فقط لعمليه تدريب الناس وتثقيفهم في موضوع كيف يواجهوا هذه الكارثه. الكارثه الطبيعيه بشكل عام ومنها الزلازل لا يمكن منعها، وبالتالي هي قادمه لا محاله. ناخذ مثال بسيط، الان الدفاع المدني لما يجي ويدرب الناس على اطفاء الحرائق واسطوانه الغاز، هذا لا يعني انه كل اسطوانه الغاز في البيت راح لا سمح الله يصير فيها اشتعال، هو عمليه تدريب، وهذا ما راح نتحدث فيه.
احنا نتحدث عن مواجهة الكوارث حتى نستفيد من الدروس التي تحدث حولنا. على سبيل المثال زلزال تركيا والزلزال اللي صار أثر على تركيا وسوريا، إن شاء الله رب العالمين يرحم الأموات ويشافي الجرحى والمصابين. آمين يا رب. آمين. نتعلم منه دروس، يجب أن نتعلم دروس من هذه الكوارث التي تحدث في العالم لتدعيم منظومة الدفاع عنا بشكل عام، الدفاع الخاص. مش كل شيء للدفاع المدني، الدفاع المدني اساسا دوره هو عمليه اداره ما يحدث او عمليه تدريب وتطوير. المشكله عندنا الان الدفاع المدني مسؤول عن كل شيء، عن الانقاذ والاسعاف والاطفاء، وهذا اصلا مش دور الدفاع المدني. بالدول المتقدمه دور الدفاع المدني فقط تخطيط لمواجهه الكوارث، ليست موضوع الاطفاء والانقاذ والاسعاف، هذا دور البلديات في العالم. لذلك أنا نتحدث عن موضوع الزلازل عنا في الأردن لا سمح الله في حال حدوث زلزال. يبدأ الدور الآن من البيت، من المنزل. الآن في البيت في المنزل رب الأسرة يجب أن يحدد الأولويات في مواجهة الكارثة. يعني البيت بدنا نعرف وين أكثر الأماكن قوة، وين أكثر الأماكن بتصمد لا سمح الله إذا صار في زلزال مسبقا دون الحاجة لأي شيء. ما فيش زلزال قادم لكن لازم نتدرب إحنا الآن. نعم. بحدد أنا في البيت كيف ممكن أعرف أنا هاي المعلومة؟ كيف ممكن أعرف وين أكثر مكان آمن في البيت؟ سيدي إحنا بنحدد عادة في قواعد هندسية في البيت إنه أقوى الأماكن في البيت اللي هي قرب الأعمدة. الأعمدة ما يسموه بالشمعات في البيت، كل ما اقتربت من الشمعة بتكون أنت في أمان والأمان عند رب العالمين. برضو كمان تحت الأبواب، الباب فيه حلق أو ما يسمى بالإطار، تحت إطار الباب أيضا في المناطق. ابعد الآن عن البلكونات، ابعد عن المناطق اللي فيها ألواح زجاجية، لأنه إذا صار زلزال لا سمح الله ستتكسر هذه الألواح وبالتالي قد تؤثر عليك. برضو البلكونات هي أضعف المناطق في البناء، هي أول شيء لا سمح الله إذا صار زلزال راح تسقط. أيضا أختنا في المطبخ بالذات، هم ربات البيوت كلنا أخواتنا وبناتنا، لازم يأخذ بعين الاعتبار أنه موضوع المطبخ من أخطر المناطق. ليش؟ لأنه في شغلات كثيرة موجودة فيه ومتحركة، يعني مثلا الثلاجة مش مثبتة، الغسالة مش مثبتة، فرن الغاز مش مثبت. لازم أولوية تكون تثبت هذه الثلاجة بالحائط بطريقة أو بأخرى، الثلاجة والغسالة والفرن. برضو كمان الخزائن هذه يجب أن تكون مثبتة جيدا. الأشياء الموجودة هذه، المرطبانات اللي موجودة في المطبخ، المرطبانات يجب أن تكون موجودة في خزائن مغلقة، لأنه إذا صار في زلزال ستتحرك من مكان هذه، وقد تكون هي التي أثرت على الأشخاص سواء كان في المطبخ أو حتى في غرفة الجلسة، غرفة التلفزيون. التلفزيون عادة في السابق كان يوضع على طاولة، الآن ما في شاشات يجب أن تكون مثبتة مظبوط. ولكن أنا آسف أستاذ وليد، بدي أقاطعك بشغلة بسيطة. اليوم أنت عم تتكلم معي بخصوص المطبخ. خلينا نكون واقعيين شوي، احنا اليوم في كل البيوت الاردنيه ما بنكون متاكدين انه المطبخ الخزائن مثبته، البراد مثبت، الغاز مثبت والاشياء هاي. ولا يمكن، خلينا نكون واقعيين اكثر، انه نيجي نحكي انه راح يتم تثبيتها بشكل او باخر. نعم. هل انت هون من مكانك ممكن تدعو الناس انه ما يكونوا قراب من المطبخ؟ يعني معلش احنا قصص تثبيت هاي والاشياء هاي، خلينا نكون واقعيين، في البيوت الاردنيه ممكن تكون صعبه. نعم. سيدي هذا طيب. كل الحديث اللي نتحدث احنا نختصر الموضوع. نعم. يجب ان نستفيد من الدروس هذه. كل العالم بصير فيها زلازل، بعطي دروس لكل العالم. يعني الان صحيح لحد الان في عندك 20,000 شهيد او بتركيا وبسوريا. نعم. في عندك حوالي 5، والعدد الان مرشح للازدياد وقد يتضاعف. لكن استفادوا اكيد من الزلزال اللي صار سنه 99 في ازميت، لانه اعطى دروس كبيره مش بس لتركيا، للعالم كله. الان مثل ما تفضلت انت في البيت، البيت الان اذا ست البيت او اي شخص في البيت اذا حس في اهتزاز، القاعده بقول ابقى حيث انت لكن حاول ان تحمي راسك. يعني اذا كنت قريب من الطاوله انزل تحت الطاوله، اذا كنت انت على البلكونه ادخل للداخل، ابتعد عن البلكونه، اذا كنت في امام شيء متحرك روح من امامه. هذا اذا كنت في البيت. اذا كنت في المدرسه، وهون الدور الاكبر للمدرسه في الارشاد والتوجيه، انه في معظم المدارس الان في عندك طاوله امامك، اذا حسيت بالاهتزاز انزل تحت الطاوله مباشره. القاعده الدرج، عفوا. نعم الدرج او الطاوله. نعم. او اللي كنت بالمختبر تحت البيش ما شابه. الان الأولوية أنك تنزل بهذا الشكل، لا تحاول تهرب أو تخرج من الغرفة، لأنه أول شعور لك بالاهتزاز هذا تكون الأمواج الأولوية للزلزال، وبالتالي ثواني تتبعها الأمواج الأخرى الثانوية والأمواج أيضا السطحية، وهذه المسؤولة عن الهدف. تكون أقوى طبعا أقوى، وهي المسؤولة عن الدمار.
لذلك إذا شعرت باهتزاز حاول انزل تحت الطاولة، تحت الدرج، تحت الرحلاية، واحمي رأسك لحد ما يصير في سكون تام، ليس سكون لحظي. بعدها حاول أخرج من البيت، أخرج من المدرسة، أخرج من أي مكان أنت فيه، وابتعد عنه بمسافة ارتفاعه، لأنه قد يكون هذه اللي حصلت قد تكون هذه الموجات خلخلت وصدعت البيت. الآن فيما يسمى بالآفتر شوك أو الهزات الارتدادية، قد تأتي هزة وبالتالي البيت ينهار منها. لذلك بس تشعر أنت في عملية الهدوء حصلت، انزل من البناية بهدوء واخرج منها وابتعد عنها لأي ساحة قريبة، مسافة ارتفاع، حتى لا سمح الله إذا جاء ما يسمى بالهزات الارتدادية وسقط البيت تكون أنت بعيد عنه. الآن إذا كنت ماشي بالشارع وشعرت أنه في اهتزاز أو لاحظت أنه بعض الأجسام تسقط من البنايات، حاول ابتعد عنها، وقف نص الشارع، ابتعد عن أعمدة الكهرباء، ابتعد عن البلكونات اللي بتسقط، وإذا في عندك ساحة قريبة حاول اجلس فيها. هذا اللي كنت الآن في المدرسة حكينا وفي الجامعة حكينا. لذلك الآن يفترض فيك أنت تكون أول شيء تحافظ على رباطة الجعش ما يسمى. إحنا نتحدث بهذا الموضوع الآن نظري، الآن قد يكون الإنسان إذا تعرض إلى الخوف يرتبك، وهذا نسبة كبيرة جدا، أنه أنا دارس وقارئ كل شيء وبعرف الاحتياطات، لكن إذا صرت في حالة خوف قد لا أضبط تصرفاتي. الآن إحنا بنشوف في بعض الزلازل العالمية اللي صارت أنه بكون الأشخاص بدور سابع ثامن أو عاشر أو حادي عشر لما يحس باهتزاز يقفز من الشباك، تخيل لوين، لأنه مش قادر يضبط تصرفاته. لذلك إحنا لما نتحدث الآن بنعطي دورات، الآن مطلوب من كل مدرسة، وهذا ليس خطأ، كل مدرسة أن يعملوا برنامج إخلاء تجربة، لو كل أسبوعين مرة، لو كل شهر مرة. هذا لا يعني أنه في زلزال قادم، بس بدي أدرب الطلبة، يعني إذا دربتهم أنا في المدرسة كيف تتم عملية إخلاء، أنه بالصف لما أعطيك صوت أنه الآن صار زلزال، بس صار فيه سكون، تخرج عن طريق الدرج، تنزل بهدوء، مش عن طريق طبعا المصعد، لأن المصعد كهربائي حتى لو كان شغال بعد الزلزال ممكن خلال فترة يطفي وبالتالي تعلق داخل المصعد، تنزل عن طريق الدرج إلى ساحة المدرسة. إذا ما في ساحة بتخرج إلى منطقة مفتوحة بعيد عن البناية مسافة ارتفاعها. هذا باختصار ما قد يطلب من الشخص أنه يتعلمه في حال واجه هذا الزلزال. نحن قلنا بأنه هذه ليس معنى كلامنا أنه في زلزال قادم، لكن يجب أن نكون محتاطين. إحنا الآن مثلاً الدفاع المدني بيبعث ناس للتدرب على مواجهة الحرب الكيماوية مثلاً في اليابان أو في أمريكا، دورة ممكن بودي 10 أشخاص لمدة شهر شهرين ثلاثة. هذا لا يعني أنه في عندنا لا سمح الله رح يصير تسرب كيماوي، لكن في حال صار يكون في عندنا ناس مستعدين لمواجهة هذا الخطر. صحيح، الاستعداد لمواجهة الخطر أهم من أنك تعرف أنه في زلزال قادم أو في زلزال قادم. هذه أمور علمية حقيقة، لم نتفاجأ بالزلزال، معظمنا لم نتفاجأ بالزلزال، نعرف أنه هذه منطقة الزلازل حدود صفائح تتصادم لابد ما يصير زلزال، لم نتفاجأ فيها أبدا. لكن صار أنه السوشيال ميديا الآن موجود ومتاح للكل، متاح للخبراء، متاح للناس اللي معلوماتهم قليلة بهذا المجال، وكل واحد صار يدي بدلوه، صار ينشر شائعات، لأنه الشخص هو جالس أحيانا بيعطي ممكن يتخيل، ممكن يصير في عنده تخيلات ويتحدث بإسهاب عن موضوع ليس له به علم. نعم صحيح. وهون احنا استاذ وليد كمان انت تحدثت على انه اذا احنا كنا في البيت كيف نتصرف، اذا احنا كنا في الجامعه، في المدرسه، في كل الاماكن وين نتصرف. في كمان سؤال كان عم بتراود كثير، انه انا اطلع بسيارتي امشي ولا خلاص اترك واضل طالع بس بعيد المسافه الامان اللي انت حكيت عنها. كمان في سؤال كان كثير عم بنطرح تحديدا عم بوصل للناس، تجهيز الحقيبه اللي فيها الاغراض والورق والاشياء اللي بتخصني، بعيداً أنه إن شاء الله زي ما أنت تكلمت حضرتك ما رح يكون في عنا أو لا يعني وجود زلزال قادم أو شيء، ولكن هاي الاحتياطات البسيطة أيضاً. سمعت أنا على موضوع أنه يكون معك شنطة موجود فيها جواز السفر، موجود فيها أوراقك دائماً موجودة في مكان ما عارفها إذا بشي بدك تطلع، هاي الأشياء كلياتها إذا ممكن تعطينا تفاصيل شوي عنها أكثر. أخي أكون صريح معك، هذا الموضوع يعني مطلوب من الناس، لكن في حالة الخوف من الصعب أن الإنسان يتذكر هذه الأمور المادية. الآن هو هدفه أنه ينجو بروحه، أحياناً يكون شوي عاطفته مش جياشة ممكن ينسى أطفاله داخل البيت ويخرج منه ويتركهم، يعني بكون الهدف أخذ الهدف أنه ينجو بنفسه. الآن أكيد لازم يكون في كل بيت عبارة عن حقيبة إسعاف قبل حقيبة جواز السفر، حقيبة إسعاف بسيطة، كل بيت لازم يكون فيه ما يسمى بالصيدلية الصغيرة أو حقيبة الإسعاف، في
فيها اسعافات اوليه لفاف ومايكروكروم وشاش ومو زي هيك. هذه يجب ان تكون موجوده في كل بيت. مثلا يكون لازم يكون اول يقول لك في راديو، لازم يكون مثلا التليفون دائما مشحون. هذه الامور موجوده من خلال نفسنا الان. حاليا فيش حد يطلع من بيته والتليفون مش مشحون. الان موضوع انه الشنطه يكون فيها كل الوثائق الرسميه، الان اكيد كل بيت فيه شنطه او حقيبه او رف او مكان موجود فيه كل الدوكيومنتس هذه المهمه للعائله كامله. لكن اذا صار في حاله هلع وخوف، هل سيتذكر هذه الحقيبه ويترك النجابي نفسه اذا ما قدر يضبط اعصابه؟ صح. لكن اذا ظل في البيت لحد ما هدات الحركه، هذيك الساعه يكون قد عاد له بعض توازن وبعض الثقه بالنفس، وبالتالي بامكانه يدخل للغرفه وياخذ الشنطه هذه وياخذ الدوكيومنتس وياخذ حقيبه الاسعاف وينزل من الشقه او من البنايه او من ايا كان فيه دورها عن طريق الدرج وليس عن طريق المصعد ويخرج من البنايه. الآن احنا بنحكي عن الكارثة اللي حصلت في تركيا وفي سوريا، الآن تكالبت كل الأمور. يعني فصل الشتاء أساساً قوات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء أساساً مرهقة قبل الزلزال، لأنه تعرف لما يكون في حالة ثلج وتسكير طرق وأمطار وإنقاذ وإسعاف قبل الزلزال بتكون هذه الجهة اللي هي المسؤولة عن الإنقاذ والإسعاف والإطفاء مرهقة. ايضا الزلزال حدث والناس نايمه، يعني الناس نايمه ببيتها يعني، حتى وهذا خطوره. يعني الشخص لما يكون نايم ما يشعر في الزلزال كيف يتصرف؟ هو نايم اساسا، لان هنا الخطوره انه الزلزال يحدث في الليل. اخطر شيء انه الزلزال يحدث في الليل، الناس نايمه. لان لما يكون صاحي ويشوف في اهتزاز وفي شواهد في البيت على اهتزاز بتصرف التصرف اللي فضل فيه تحكيت وانا قلت بعض المعلومات عنه. لكن اذا كان الخطوره اذا كان الناس نايمه وبالتالي ما في مجال ليقوم بأي عمل إن كان. أيضا الطقس والحالة الجوية في جنوب تركيا وشمال سوريا أيضا حالة سيئة. هذه الظروف اجتمعت الثلاث، لذلك احنا نتحدث بأن نقول رب العالمين هو اللطيف. احنا نحتار. نعم صحيح. إذا كنت صاحي واعي وانت متأكد ومتيقن وجالس وحسيت انه فيه اهتزاز وشعرت في الاهتزاز تصرف اللي حكينا فيه. لكن إذا كنت نايم، النايم هذا لا يشعر في شيء. واحيانا حتى الناس تختلف درجه حساسيتهم للاستيقاظ، في ناس بيسموه مثقيل وناس دمه خفيف، لذلك ممكن الامور كلها هذه تكون غير مفيده. لكن هدفنا انه نوعي الناس، نبدا من البيت والمدرسه بدور متكامل، كل منهم يكمل الاخر. البيت بيعطي معلومات للاطفال انه وين المكان، اذا كنت بالبيت وشعرت نلجأ للغرفة هذه، هي أكثر الغرف اللي بيكون فيها خلينا نقول الصالون اللي هو بس يكون مساء خلينا نقول عرضه قليل. أيضا بيت الدرج قد يكون له دور، حلق الباب أو ما يسمى بالإطار تبع الباب بجنب الشمع. هذه المناطق يعني نحددها بجلسة، هيك جلسة بين الأم والأب والأطفال والأبناء، إنه هذه الأماكن اللي شعرت اهتزاز خليك أقترب منها. إذا كان في طاولة، ما فيش طاولة، في أي شيء له سقف انزل تحتيه، يعني حتى لو كنب، حتى لو اي شيء، بس ابعد عن الامور الزجاجيه، ادخل تحتيه حتى تحمي راسك، لانه الهدف الاولويه في حمايه الراس. نعم، عشان الشخص يضل بوعيه. استاذ وليد، انا بدي اشكرك جدا لمداخلتك، شكرا لمعلوماتك القيمه، ونتمنى من جميع الاهالي واهالينا في المملكه الاردنيه وفي كل المناطق انه نبلش نفعل هاي الأشياء والاحتياطات اللي ممكن تكون موجودة حتى في المدرسة. ونقطة جوهرية إحنا بدأنا فيها وحضرتك بدأت فيها، هو فكرة إنه إحنا وجود هاي الاحتياطات لا يعني وجود كارثة قادمة، ولكن الاحتياط يجب أن يكون موجود، وهاي البرامج لازم نكون إحنا موجودين فيها. أستاذ وليد، بدي أشكرك جدا لمداخلتك، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا، حياكم الله. وفي ختام هذه الإحاطة الإعلامية، إن شاء الله رب العالمين برحم جميع موتانا وشهدائنا في سوريا وفي تركيا، وبنتمنى من هنا من طقس العرب أن نكون وضحنا الحقائق العلمية خلف الأشياء اللي عم تطلع على منصات التواصل الاجتماعي والحقائق العلمية وراء هاي الادعاءات، وبنتمنى منكم ما تنشروا أي مسج عم بوصلكم حتى ما يكون في إثارة للهلع والرعب للناس، تحديداً بعد هيك ظرف كان كثير صعب على أغلب الناس. نتمنى أن نكون أعطيناكم بعض النصائح أيضاً للتعامل مع هاي الحالات إن حدثت لا سمح الله، ونتمنى السلام للجميع، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.